فقولي للأنفس الرحيمة يا دمعة اليتيمة يا دمعة اليتيمة ما تأبي فمن لي يلقي الحنان حولي قولي لهم لعل عظمة الإسلام أنه حتى الأطفال راعى مشاعرهم ونحن لا نراعي مشاعر أحد. من عظمة الإسلام حتى مشاعر الأطفال. الله عز وجل يقول فأما اليتيم فلا تقهر، يقول لنبيه. تصور لما تقهر يتيم، مات أبوه وفقد أمه، تصور أنت إلى من سيلجأ، إلى من سيبكي عند أحضان، من سيرتمي، إلى من سيبث شكواه، من هذا الذي سيسمعه، من هذا الذي سيعبر له عن ضعفه وأن فلان قهره، من؟ فنهاك الله أن تكسر قلب يتيم، لأنه لا مأوى ولا ملجأ له من قهرك أحد إلا الله. فالله عز وجل يقول لا، اليتيم لا تقهر، آوه بالتي أحسن أبدا. لهذا عائشة رضي الله تعالى عنه لما سئلت، كان في مجلسها، قالوا كيف نؤدب اليتيم؟ انظر إلى الصحابيات لما كانوا يكفلن اليتامى، قال لعائشة كيف نؤدب اليتيم؟ يعني إذا اليتيم أخطأ كيف نؤدبه؟ قالت عائشة لا تضربوا اليتامى، قالت عائشة لا تضربوا اليتامى رضي الله تعالى عنها وارضاها. اليتيم لما يفقد الأب فقد عنصر قوة، فقد عنصر قوة، ولما يفقد الأم فقد عنصر حنان، فلا قوة تدفعه ولا حضن يحتويه. فلهذا أنت لما الله عز وجل يقول فأما اليتيم فلا تقهر، يريد الله أن تحتوي اليتيم كيفما شاء، هو طفل، فيجب عليك أن تحتوي الطفل مهما صدر عنه ومهما قال ومهما فعل ومهما أذاك، فيجب أن تحتوي إلا هو طفل. فالله عز وجل يقول لا تقهر مهما كان من تصرف، إياك أن تقهر اليتيم. بل الله عز وجل شانه قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. ما يأتيه اليتيم لا يبالي به، يقهره ويدفعه عنه، لا أريد أن أراك. أحيانا أناس تكفي اليتيم للمصالح، أحيانا أناس تكفي اليتيم من أجل أن يكون خدم عندهم، هناك أناس تكفل اليتامى من أجل أن يصبح هذا خادم، يذهب للجمعية للسوق يغسل له السيارة، وابنه معزز مكرم مدلل. يعني أنت تريد يتيم؟ ترى الله يعلم ماذا تريد في اليتيم، هل تريد فعلا أن تجعل هذا اليتيم طريقا للجنة أم تريد أن يكون خادما عندك؟ ثم قال ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده، هذا اليتيم عنده، كنت أنا وهو في الجنة، أشار للسبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم أو لغيره. يعني أنت إذا كفلت يتيما من أقاربك أو لغيرك، ما عندك يعني ليس من أقاربك، قال أنا وهو كهاتين في الجنة إذا اتقى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدنو اليتيم منك قربه إليك ولا طف، وصية محمد صلى الله عليه وسلم، أدنو اليتيم منك تعال ولا طف وامسح على رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وامسح على رأسه، ثم يقول وأطعمه من طعامك، وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين القلب ويدرك الحاجة.